يا هلا وسهلا، ورجعنا لكم من جديد من خلال برنامجنا غبقة رمضانية، وان شاء الله تستمتعون معنا من خلال الفقرات اللي نقدمها لكم لهذه الليلة. ويعني الصراحة ان التوأم يكونوا مو متشابهين احس يعني ما يصير. اي بس ان التوأم المتشابهين يشدون الانتباه اكيد بلا شك، وخصوصا ما ساعات لما يلبسون نفس الشيء من هم صغار يسوون حركات يتعمدون يلبسون نفس اللبس عشان ما تفرق بينهم يغلطوننا في بعض. بس احنا معانا الليله حنان وحنين، وان شاء الله نقدر نعرف منو حنان ومنو حنين. منو فيكم حنان؟ انا حنان. حنان واختك حنين. طبعا واحده منهم اكبر من الثانيه. منو الكبيره؟ انا. صغار منها. اكبر منها بثواني. اي بثواني. حياكم الله ومنورينا. الله يسلمك. اليوم عندكم ما شاء الله مسرحية، وهذا أول عمل فني لكم حنان وحنين. كلمونا عن هذا العمل اللي راح يقدمه إن شاء الله ونشوفه في العيد. هي مسرحية سكت سفر. حلو. مع المنتج محمد الحملي، وهذا أول ظهور حقنا حق على المسرح يعني، وإن شاء الله نتوفق فيها. إن شاء الله. طبعا في لغط كبير، أنا ذكرت في البداية أنه دائما يقولون عن الجنسية اللي تحملونها، يعني مثل ما انت وقلتوا لنا في البدايه، شنو هذا اللغط اللي قاعد يصير لنا؟ انتم كويتيات و... لا احنا كويتيات. كويتيات عن جد يعني. نعم ونعم. لكن في هناك في مواقع التواصل الاجتماعي الحين الاعلام صار مو نفس قبل، اعلام موضوعي ومسؤول. الحين في مواقع التواصل الاجتماعي اي واحد ممكن عنده اكاونت باي موقع راح يعلق. في تعليقات توصلكم ان انت مو كويتيات او شيء كذي؟ والله انا يعني اخر شيء شفته امس يعني ان معلقين علينا ان مو كويتيات، خصوصا ان انتم كان ظهوركم فقط باسمكم حنان وحنين، فبدون الاسم يعني العائله او بدون اسم مكمل، فهذا شويه يعطي تشويش للجمهور. ولكن هم كويتيات، وان شاء الله راح ينطلقون اول انطلاقه من خلال مسرحيه سكه سفر. ان شاء الله هذه مو النهايه، ان شاء الله دائما نشوفكم. ايش معنى اخترتوا المسرح؟ شلون من اكتشفكم؟ المنتج فاضل السلمان. اوكي. هو له فضل كبير علينا لأنه شاف التشابه بيناتنا، فقال لنا دشوا مسرح يعني فيكم يعني قاعد تشذبون على بعض وتمثلون على بعض، دشوا مسرح شوفوا. وعرفت اللي احنا بيناتنا قطات ونتناجر مع بعض، متفاهمين مع بعض يعني. أيوة. اكيد ما في احد يدش ثالث بينكم. اي ففاضل السلمان الفضل العود. اي في ممكن تكون انطلاقه يعني اخرى يعني في المستقبل تكون عن طريق الدراما ايضا، ولا حصري فقط في المسرح؟ لا في ان شاء الله. ان شاء الله هو الحين عرضين علينا عرضين مسلسلات ان شاء الله كعمل تلفزيوني. عمل تلفزيوني. إيه حلو. حنين بسالك سؤال الحين، انت وبنات اول عمل راح تقدمون ان شاء الله المسرحيه، ابي الانطلاقه او الاكتشاف الحقيقي منو كان؟ مثل ما ذكرت الاستاذ فاضل نوجه له تحيه اكيد. لكن انتم بينكم قبل ما حتى الفكره تنعرض عليكم، كنتوا في تقدمون شيء بينكم بين صديقاتكم شيء؟ لا انا اقول لك. في سر. احنا لما نمثل مثلا في البيت نضبطه عدل، عرفت؟ فان في احترافيه من خلال المنزل كان في يعني تركيز. انا اشوف اختكم بعد الثالثه معاكم. بس هي طبعا مو من ضمن التوأم، اشوفها تحبكم وتشجعكم اكيد وتخاف عليكم، دائما تكون وياكم خلف الكواليس، وان شاء الله دائما تكون معاكم كذي بهذا التشجيع. اكيد الدعم الاسري يختلف اذا كان مع، خصوصا البنت اذا كانت خليجيه وكويتيه. صح. راح بس بسالهم فضلي. اذا كان في دراما تلفزيونيه تبون مع بعض تكونون في العمل، ولا ممكن كل واحده تنطلق بعمل؟ لا شوفنا دشينا ان احنا مع بعض يعني، عرفت اللي حتى لو بندش مثلا مسلسل مسرحيه، عرفت اللي تبون تكونون ثنائي مع بعض. اه ثنائي مع بعض قبل مع بعض ثنائي يعني. اسمعنا عشان ما تصير مشاكل، فهمتي؟ مشاكل ليش؟ مشاكل في غيره بينهم. في غيره بينكم؟ اي صدق والله. زين تشوفين من الافضل حنان ولا حنين؟ انت هي كمساحة صوت هي. اه اوكي. والله قالت. وانت ايش راح تقولين عنها؟ عاد خلتش يعني على قولتهم انجل بالوصف، هي مدحتك. لا انا معاها يعني اي غلطات تصير لها يعني قاعد اقول لها عدلي حنين علي صوتك، قاعد اشجعها من معاي. بس هي عيبها انه شوي عرفتي خجوله. انا اشوفها اكثر. حلو. قبل ما نروح حق المسرحيه ونتعمق في ادواركم داخل المسرحيه مسرحيه سكه سفر، ودي اتكلم لحظه القرار لما اتخذتوا قرار انكم بتشاركون في عمل فني مسرحي كان ولا اي كان، شلون ردت فعل الاهل؟ اهلنا بالعكس وقفوا معانا وشجعونا وايد. وناس وايد مثل البيت. يعني داعمين لكم الاسره بشكل عام. داعميننا. ايه زين ليش بلشتوا متاخر؟ هذا سؤال متاخر. انا اقول لك ليش. أول شيء كنا مترددين من هالمجال،
بس بعدين لما يعني يمكن قربتوا منه ووضحت لكم الصوره ان هذا المجال، من واحده من رفيجاتي يعني ان الوضع عادي، فقلنا ليش مترددين؟ هذا السؤال. ايوه احنا قاعد نشوف طبعا شويه مشاهد ولقطات من البرومو الخاص بالمسرحيه اظن بروفاتكم. في تردد يعني بينكم. انا عندي سؤال محمد، الحين انت وخوات وتوأم، اذا احد بيتصل ويتعامل مع الناس از انه هو المانجر المدير مديره اعمالكم، منو فيكم؟ انا اتوقع حنان. حنان صح؟ انت اللي تباشرين الناس وتتعاملين معاهم؟ ايه، مو معطيه اصلا حتى رغمها حق اي احد، فاي احد يبي يتباشر معنا علي انا طريقك. واحنا مره تناجر معاها خلاص يعني تعبت، انت ردي بدالي، لا لا انت تتصرفين عدل، عرفتي؟ في مواقف سووها تهجى على بنا في شبه، في مواقف تسوونها بالبروفا او شيء على بنا في شبه؟ لا، ايام الدراسه صارت، ايام الدراسه يعني المفروض هي تكون دور ثاني، حطوني انا الدور الثاني. عرفتي؟ علشان الشبه الشماعه مالتها. وانت كلها موافقه، بس في اختلاف بدرجة اللون، هل أنتم متعمدين علشان كل واحدة يكون لها ظهور مختلف في درجة لون شعر؟ يعني أنتم ماخذة درجة لون أغمج وهي الأفتح، أنتم متعمدين هالشيء علشان الناس تفرق بينكم؟ عادي. لا لا بالصدفة عادي، بس يعني ممكن في المرات الجاية ممكن تخلون لكم واحد، ممكن عادي. في شبه كبيرة يعني لما كنتوا صغار أنتوا وفي ناس تلخبط بينكم؟ أهلنا كانوا يتلخبطون بيننا، أمي الله يرحمها كانت تلخبط فينا. صدق والله؟ يعني كانت نادي حنان عادي جدا انا ارد عليها طبيعي، اقول لها انا حنين مو مشكله اي واحده فيكم. انك انت تبلغني وهي تبلغ الثانيه. شنو دوركم مع المسرحيه؟ وصفوا لنا كذي المسرحيه بشكل عام. مسرحيه كوميديه اجتماعيه مع استاذ كبير داود حسين، انتصار شراح، ومعنا عبد الله ابو خضر. في اكثر من شخصيه حلوه، عرفتي اللي تدخل القلب وخف الدم، ودوري انا وياها ان احنا مضيفات طيران. اي وبس انا الملسونه، هي اللي لا هي الهاديه. بس لا تحرقين اكثر من جديد. بس ما راح نحرق. ليش اتفاقات عشان يكون في تشويق شوي. لا بس مضيفات، بس مضيفات وهي قالب كوميدي. هل انتم راح تجدون القالب الكوميدي تشوفوا لقيتوا نفسكم فيه؟ ان شاء الله، لان تشوفي احنا على يعني افهاتنا وكذي مع الـ مع الـ مع محمد الحملي، يعني هو ما قاعد يساعدنا حيل، واقف معانا. لا تقطين القطه هذه، لا القطه هذه. الحين عرف ان الفنان محمد الحملي محمد ما شاء الله عليه، ما غير يسولف. انا مو مني ماخذه باور من منتهى العجين، ما اكلت شوى قبل شوي حلو، قدمنا لكم حلو ان شاء الله يعجبكم بعد. بس ما اكلوا شيء؟ لا ان شاء الله ياكلون بعد ختام الفقره. اسالهم كمشاركه لكم مع يعني فنانين كبار مثل داود حسين وانتصار شراح، وانتم توكم يعني شلون شفتوا التعامل هذا؟ شلون تعاملك انت كفنانه توج صاعده صغيره توج داشة هالمجال هذا، شلون شفتي تعامل الفنانين الكبار معاكم؟ داود حسين انسان طيب لابعد درجه، يعني على الغلطه بابا عدلي، غلط لا الكلمه هذه غلط، يعطينا افيهات من عنده. انتصار الشراح امنا طبعا، انتصار الشراح هم الواقفه معانا، لا يا ماما سوي كذي سوي كذي، فقاعد يعلمونا وايد شغلات. والحملي طبعا معاه، الحملي طبعا، بس في مرات ما افهم له ولا شيء. ليش؟ ما اذا عصب بسرعه يتكلم، لا كلامه سريع، يعني اذا قال لك موعد الساعه 9 موعد الساعه 9 خلاص فهمناها. زين شلون البروفات الساعه كم تكون بروفاتكم؟ طبعا اكيد في رمضان في صعوبه بتنسيق الجدول، فشلون تكون مع البروفات؟ بروفاتنا بعد الفطور تقريبا الساعة 9، يعني داخل المسرح. بروفاتنا رمضانية، كل واحد جاي بالحلو ماله وفطايرة وشاي قهوة. قواكم الله، وإن شاء الله تألقون وتنجحون وتوفقون من خلال إطلالتكم الأولى مع مسرح أو مسرحية سكة صفر، وإن شاء الله نشوف لكم دائما أعمال صراحة منورينا. وأول توأم أعتقد ينطلق، ما في بالساحة الفنية بالخليج وبالكويت كمسرح أول توأم. إن شاء الله يكون بعد حتى في أفلام مسلسلات، خلون شيء ما دخلون فيه. كل شيء داشين. أهم شيء تنسيق عند حنان وعند حنين.
طبعا قواكم الله. يعطيكم العافيه وشرفتونا اكيد الفنانه حنين وحنان اكيد اللي بطوله في مسرحيه سكة سفر. الحين ننتقل معاكم مشاهدينا في غبقه رمضانيه مع فقره كلام اول، نشوف الفقره وراجعين لكم انا نوره.